يعتبر كتاب كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية والرقوم الحرفية كتاباً مرجعياً هاماً للوقوف على إبداع العلماء العمانيين في جانب علمي هام ومثير، ألا وهو دراسة علوم النجوم والأفلاك والكواكب السيارة في السماء وما يخصها من الأسرار المكتومة. ألف هذا الكتاب الموسوعي الشيخ عمر بن مسعود بن ساعد المنثري، وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري. كان عالما نابغا في علم الطب الذي اشتغل به زمنا ومارسه، فضلاً عن نبوغه العلمي في علم الفلك والرياضيات. عاش الشيخ المنذري ببلدة السليف وتوفي بها عام 1160 هجرية، وقبره بها معروف بمقبرة العلماء على ربوة في البلدة خصصت لعلماء السليف التي ازدهرت بهم في ذلك الوقت من التاريخ. الكتاب مثلما أراد له مؤلفه جاء تحفة نفيسة في هذا الحقل، ذلك أنه فضلا عما استنبطه المؤلف من كتب العلماء المتقدمين مقتفيا آثارهم ومقتبسا سنى أنوارهم، أضاف إلى كل ذلك خبرته الطويلة في دراسة الأجرام السماوية والرقوم الحرفية. فلو رجعنا إلى باب من أبواب هذه الموسوعة القيمة لوجدنا أن الكواكب السبعة يذكر المؤلف حروفا منها بداية ونهاية، ولكن كل حرف يختلف موقعه في أي كوكب من الكواكب السيارة، وكذلك في أي مدخل من مداخل البروج الاثني عشر، وكذلك في أي منزلة من المنازل الثمانية والعشرين القمرية. الكتاب حافل باستشهادات علمية وفلسفية تمتد بعيدا حتى الإغريق، إذ تكثر به وتتردد مراجع ونظريات لسقراط وأسطالينوس، واستشهادات أخرى من فلاسفة الصابئة مقارنا بين نظرياتهم ونظريات الإغريق، مع تبيان توضيح آرائه الشخصية فيما وصل إليه منهم. يخصص العلامة المنذري جزءا خاصا من موسوعته لدراسة ما أسماه روحانية الحروف، ذاهبا في ذلك مع المتصوفة الإسلاميين في إعطاء الأبجدية العربية أسرار تشكلها القدسي الغامض. كتب قائلا: إن روحانية الحروف تظهر عند النطق بها، لأن الحروف صور الروحانية، والروحانيات موكلات بالحروف ومحيطة بها لا تفارقها بعدد كل حرف، وكل اسم من أسماء الله تعالى روحانية محيطة بعدد كل حرف من حروفه.
لقد درس العلامة المنذري مؤلفات صوفية لعلماء سابقين يستشهد بهم أثناء تجواله الروحاني الخصب في كتابه هذا، ومن أبرزهم أبو حامد الغزالي، أبو معشر البلخي، سهيل بن عبد الله التشتري، محمد بن جمال الدين، عثمان بن علي بن يحيى الأنصاري، وأحمد بن عمر بن علي القرشي المغربي. يحاورهم ويضيف إليهم مستفيدا من اطلاعه الواسع على مدارس مختلفة في قراءة الحروف وتفسيرها الصوفي وفي دراسة علم الفلك، أهمها مثلما كتب مذاهب أهل مصر والشام وحكماء الهند وعلماء المغرب.